ملايين الدولارات وأرقام فلكية للوحات قد تكون بنظرك مجرد خربشات لا معنى لها، في حين تباع لوحات أخرى مماثلة لها في الجودة وبأسعار ضئيلة. وهنا السؤال، لماذا تباع بعض اللوحات بملايين الدولارات؟ ما العامل الذي يجعل هذه الأعمال الفنية تستحق كل هذا المال؟ في الحقيقة هناك عوامل عديدة سنذكرها تباعاً في هذا التقرير. أولها اسم الفنان. هل سمعت سابقاً عن عمل فني لبيكاسو أو فان جوخ بيع بأقل من مليون دولار؟ على الأغلب لا، وهذا هو التأثير الذي يحدثه اسم الفنان، وخاصة عندما يكون الفنان قد غادر الحياة، مما يحقق ندرة لأعماله بالإضافة لعدم تكرارها. على سبيل المثال، لا يوجد في يومنا هذا سوى 30 لوحة لليوناردو دافنشي، ومن لا يرغب في امتلاك واحدة من هذه اللوحات؟ هذا الأمر بدوره يرفع من سعر اللوحة في المزاد لأرقام فلكية. ثانياً، جودة العمل والمواد المستخدمة بالإضافة للفترة الزمنية. قد يعتمد سعر اللوحة أيضاً على الفترة الزمنية التي نشأت خلالها، فمن الطبيعي أن تكلف لوحة رسمت في القرن السادس عشر أكثر من اللوحة الفنية في العصر الحديث، وفترتها الزمنية يعتمد عليها في تاريخ الحقبة، وتمثل مرحلة فنية محددة كأي وثيقة تاريخية.